السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية الملائكة في الحلم بالبشارة والعز والقوة والنصر بعد الظلم والشفاء بعد المرض، خصوصا إذا كانوا معروفين مستبشرين. فيما رؤية الملائكة أو الملاك الأبيض في المنام فتدل على الفرج بعد الشدة والسرور والفرح في الدنيا والآخرة والرزق بحسن الخاتمة. أما سماع صوت الملائكة في المنام فدليل على سماع البشائر والخيرات، وسماع صوت الملائكة تستغفر لك في الحلم فهي تدل على صلاح دينك وحالك وكثرة مالك. أما رؤية الملائكة تطير في السماء في المنام فدليل على مصيبة تصيب الراعي. فيما رؤية أجنحة الملائكة في المنام فدليل على النجاة من المصائب والخروج من الشدائد. أما التكلم مع الملائكة في المنام فبشارة خير ببلوغ الأمان وتحقيق الأمنيات. فيما قال ابن شاهين رؤية جبريل عليه السلام في المنام فتدل على السفر بطلب العلم. أما النابلسي فيقول رؤية إسرافيل عليه السلام في المنام تدل على النجاة من الظلم والظلمات. فيما رؤية ميخائيل عليه السلام في المنام تدل على نيل المنى في الدارين الآخرة والدنيا. فيما رؤية أنكر أو نكير في المنام فتدل على الخوف والفزع. ويقول ابن سيرين رؤية الملائكة في المنام للرجل تدل على القوة والظفر بالأعداء. وقال أيضا رؤية الملائكة في المنام للمتزوجة تدل على الغنى بعد الفقر. وقال ابن سيرين رؤية الملائكة في المنام للعزباء تدل على البشائر بتغيير أحوالها للأفضل إن شاء الله. ويقول أيضا رؤية الملائكة في المنام للحامل تدل على الولادة بخير وسلام. وقال أيضا بالنسبة لرؤية الملائكة في المنام للمطلقة فيدل على اليسر وزوال الهموم التي تعيشها. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.